نشوف مع رشا بفقرة ستايل لنشوف كيف انت بتقدر تختار لبستك حسب مشوارك. احنا اوكي احنا كيف بنختار لبستنا حسب مشوارنا؟ خلينا نشوف هذا التقرير سوا. شكرا لك. بداية بدي أصبح على زملائي وعلى المتابعين الكرام من كل مكان، بتمنى لكم يوم مليء بالتفاؤل والطاقة الإيجابية. أما بخصوص موضوعنا لليوم بفقرة ستايل، رح نحكي عن السيزن كالر وكيف نختار ملابسنا وإطلالتنا بحسب مشوارنا. وهلأ رح نزور مع بعض موضة سكوير لنشوف ألوان الموسم وكيف ممكن نلبسهم. خليكم معنا. اخترنا selected items من الكولكشن لنعرف ألوان الصيف ولنحكي عنهم من المورنينج للإيفنينج. هلا زي ما احنا شايفين ألوان الصيف البينك، الأورنج، الأصفر، الباستيل كالر، بنقدر نحكي عنهم الآيس كريم كالر أو الرينبو كالر. وخلينا نبلش من طلعة الصباح. لو عنا طلعة صباحية مع العائلة أو مع الأصدقاء لنطلع نفطر، ممكن نختار بدنا إشي هيك فليكسبل ومريح، ممكن نختار تي شيرت أوفر سايز وناخدها مع سايكلينج شورت هيك. بس كمان في كتير ناس ما بتفضل السايكلينج شورت، فأنا أعطيتكم هيك اكسترا اوبشن انه ممكن كمان ناخد الوايت شورت وهيك بتكون الاوتفيت كلها زي اوفر سايز. واذا مشوارنا او طلعتنا ما بتسمح لنا انه نلبس شورت او انه احنا ما بنفضل الشورت، ممكن ناخد عليها دينيم يكون هاي ويست ونحط التيشيرت جوا الباند مع شوز او ندخل بلت. هاي الطلعة الصباحية. ولو هلا كان مشاويرنا الظهريات، اجتماع، ميتينج، بتداوموا بمكاتب، دائما بنختار الاشي المريح والفلكسبل، بناخد راحتنا بالحركة فيه وبنفس الوقت بيكون فورمال او سيمي فورمال. يعني احنا دائما متعودين انه اذا بدنا تكون اللبسة تاعيتنا كتير فورمال بناخد فول سوت وندخل عليها تي شيرت او شيرت بيسك، هذا الفورمال المعتاد بكل مكان. بس احنا كيف هلا بدنا نكسر، ممكن كمان بدل ما ناخذ الفول سوت نستغل البليزر مع باند وندخل عليه توب. وشو ما كانت الكلر زي ما انتم شايفين هلا الالوان، يعني الرينبو كلر والايس كريم كلر زي ما حكيت، فيكم تدخلوا اللون اللي بدكم اياه مع بعض بيطلع كثير حلو. تمام. وديبينز على، دائما بنعرف انه اوقات مش دائما بيلائمنا الستريت كات، ممكن ناخذ دينيم هاي ويست بيكون ستريت من فوق وسليم من تحت. وهلا كمان راح نشوف انذر اوبشن، لو اخذنا هذا البليزر مع هاي التوب الفينك ولبسنا معها هذا الباند، هاي كمان هاي اوتفيت لأوفيسز، لميتينج، لانترفيو وبتمشي معنا. أما هلأ خلينا نختار الكولكشن لو بدنا نطلع نقضي غرض أو نروح على المول نعمل شوبينج، ممكن ناخد هذا الدريس. هلأ كتير ترند إنك تلبسي الدريس الأوفر سايز يكون فيه برنت بسيطة، تدخلي له سكارف، تدخلي له بيلت، باج ديفرنت كولر، والدوت كمان هلأ كتير دارج. وممكن كمان ندخل له فور اكزامبل باك زي هيك. واخر اوتفيت اخترت لكم اياها اللي هي الايفنينج باند، حلو كثير ندخل هلا الباند الكالرز. زمان كنا نعرف انه كل التوب بيجي كالرز، بس هلا الباند يكون فيه ستايل خفيف من تحت مع توب بلين، وندخل هون اكسسوري which is هذا لوك ايفنينج. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم مع موضة سكوير، واستنونا بموضوع جديد بالفقرات الجاي.